مساء النور للجميع، ان شاء الله تكونوا بألف خير وألف صحة جيدة. هاي الحلقة مسجلة بعيد الأم بماي 5 2021. ان شاء الله أعياد سعيدة على جميع الأمهات واللي بيحتفلوا بعيد الأم بالأمريكتين وأوروبا وكندا وجميع الأمهات حول العالم. بالتوفيق يا رب. من شوي حضرنا حلقة الأبعاد الثلاثية وكيف نعمل لوحة بالأبعاد الثلاثية. هاي الحلقة من جزئين، بليز احضروها وممكن تقدموها هدية للأم في عيدها من إيدكم أنتو، من عملكم أنتو. أما هلأ فحنشوف كيف رح نعمل البهارات نزرعها أو بعض البهارات داخل البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ونستغل الأماكن الصغيرة حتى لو ما كنا بنزرع أو بيسمونا إلنا إيد، أو مثل ما بيقولوا بأمريكا green thumb أو إصبع أخضر. بغض النظر رح نشوف الأشياء اللي بنعوزها ونشوف البهارات اللي أنا اخترتها لكم اليوم. الزرع اللي اخترته اليوم، اول شيء اخترت السيج لان دايما بتسمعوني بخبركم عن الميرامية. الميرامية اللي انتم بتستعملوها هي مش نفس الميرامية الامريكانية. السيج مثل ما شايفين هو نبتة او من فصيلة الميرامية، مخملة ولونه مختلف وبيجي بهالشكل هيدا، وهو اللي بنستعمله للشاي وجع الالم المعدة، وايضا نستعمله للتبخير احيانا. فباعتبار انه من الاشياء اللي مهمة في البيت ويستعمل للبهارات والاكل مع الدجاج واللحوم. الشيء الثاني اللي حبيت استخدمه هو اكليل الجبل او الروزماري. والروزماري ايضا له رائحة كتير حلوة، بيساعدنا على الذاكرة، بيساعدنا على حبوب الشباب، بيساعد لمشاكل الوجه، وبيعطي نكهة كتير طيبة باللحوم والغنم والأسماك. الشيء الثالث اللي اخترته هو الريحان أو الحبق البيزل. ممكن نعمله مع السلطة، مع السلطة الطليانية، ممكن يدخل بالكبة. هيدا الحبق طلياني. في الحبق أو الريحان العربي أو الأمريكي يختلف ورقه ويختلف منظره. هيدا بيجي من حوض البحر المتوسط من إيطاليا، بيدخل مثل ما قلت لكم بالسلطات باللحوم، بيتاكل ني، بينعمل مربى الفريز والحبق، أيضا مربى الفريز والريحان بيطلع كتير طيب. وجبت الروح النعنع. في النعنع، في روح النعنع، هيدا روح النعنع. روح النعنع بينمو على ضفاف الأنهار، ريحته بتبقى أقوى من النعنع العادي. نفس الخدمة أيضا، بعالج بالبشرة، بحرك الدم، ببرد الجسم إذا مشوبين، شاي لوجع البطن وأشياء كثيرة ونكهة بالطعام. وأيضا جبت الزعتر أو الزعتر البري الألماني. في نوعين من الزعتر، في الزعتر البري العادي هيدا اسمه جيرمان ثايم، الألماني ريحته أقوى وأزكى. بعتقد إنه هيدا الزعتر الألماني موجود عنا بجبال لبنان، لأنه ما كنت صغيرة وكنا نقطفه كانت الريحة قوية بهالشكل. في زعتر نفس الشكل نفس الموديل، الرائحة والعبق أقل بكتير، فأعتقد هيدا أصوله ألمانية. وآخر جبته اللي بتسمعوني دايما بحكي عنه هو الخزامة. الخزامة جيد مع اللحوم، مع الزبدة، للبشرة، لأوجاع الجلد، للحروق. وأيضا فيكم تنقعوه مع الزيت، تاكلوه مع اللبنة، وزهرته بتجنن وجميلة جدا. وشوفوني كيف بستعمله حتى بالفنون وبالرسوم. هيدي أول حديقة أو أول جنينة رح نشتغل عليها. الجنينة الثانية اللي حنشتغل عليها جبت لها زهور بسيطة ولكنها بتعيش بالطقس الحار اللي بفلوريدا. هيدي اسمها تورينيا، اسعارها كتير رخيصة، يعني هيدي كلفتني بس $1.80. من هالاسعار البسيطة رح اعمل زريعة بسيطة. هيدول مثلا الزينيا
اسمها الزينيا مثل المارغريت الأحمر، كمان نفس السعر. سعي هي صغيرة بس ما تنسوا هذا بده يكبر، وجنينتكم كمان رح تكون صغيرة. هيدي شوي أكبر وبتنمى بالطول، بس حبيتها كتير. هيدي اسمها ريو، هي اسمها ريو، بعتقد ريو من اسمها، يعني بتجي من جنوب أمريكا مثل ريو دي جانيرو، فمسمية على مدينة ريو. هلأ فينا تكون بجنينة تبعنا، فيها تكون لوحدة وتكبر ويضل يطلع منها هالورد الجميل. الشيء الثاني اللي جبته هو كمان نفس السعر، لاحظوا الأسعار، يم شيء بسيط بتخلو. هلأ في أشياء بده يندفع عليها لأنه ما قلنا غنى عنها من أنه نعلقها على البلكونة أو بالمكان. هيدي اسمها نقطة نبتة النقاط، لأنه نقطة بوكو دات بلانت هيك اسمها. وأيضا جبت لانتانيا، مشوفة كتير ببلادنا بألوان مختلفة، ورجعت كررت نفس النبتة الزينيا لأنه كان بدي شوية ألوان أكتر. فهلأ رح نشوف كيف نستعملهم، وين حنحطهم، شو التراب اللي حنستعمله. ما ننسى نحن هون ما فينا نستعمل طين، نحن بالغرب والأشياء مختلفة، وبعض هذا التراب اللي حنشوفه يستعمل في البيت وخارج البيت. إذا أنتوا عايشين بأمريكا، أنا جبت المواد من الهوم ديبو، فيكن تجيبوا المواد من وولمارت، فيكن تجيبوها من الدولار ستور، تشتروا ظروف بدولار بدل ما تجيبوا النبتة. فيكن تختلقوا أشياء كتير في الدول العربية، بتكون تروحوا على المشتل تشوفوا شو هي الأشياء اللي عنده، سعرها متوفر وقادرين انتو تعملوها. الشيء الثاني اللي نحن بحاجة له لجنينتنا هو الحوض، باعتبار الحوض رح يتعلق بمسافة صغيرة ويستوعب كل هالبهارات أو كل هالزهور، فلازم يكون حوض مميز. الكثير منكم شايفينه، ممكن منهم شايفينه. الحوض هون سعره شوي اغلى، فيكم تنطروا لينزل على الاوكازيون، فيكم تروحوا عند الحداد انتو تصنعوه. هيدا هو الحوض، بيجي بهالشكل، هيدا بده يتعلق من هون على البلكون بهيك بهالشكل. هيدا بده يكون لجوا لعندي انا للبيت، وهيدا اللي حيبان للي مارر من الشارع او من الطريق، اللي حيشوف هيدا المنظر ورح يشوف كل هالزهور والاعشاب جوا. هيدا الخيش هو خصيصا ليغطي ويحفظ التراب من انه ينزل، وبهالشكل هيدا بنحط الحوض. هيدا الحوض له اشياء خاصة جاي معه، بدها تنقص، بده ينشغل عليها، وبدها براغي، وبدها شغل. كذا مرة خبرتكم انه انا ما لي خلق عن الاشياء اللي بدها شغل كتير، ولا عندي الصبر بحاول اعمل اشيائي بطريقة سهلة. فهيدا ما بعرف كيف بيتثبت عليها، بدنا نشوف الارشادات تبعه، نشوف كيف بدنا نثبته مشان يكون موجود على الدرابزين او الريل اللي موجود على البلكونة. ولكن باعتبار انه انا بدي الاسهل والاسرع، رح ورجيكم انا شو رح استخدم. رح استخدم شيء مشهور عنا اسمه السحاب او زيب تاي. هدول السحابات بيجوا بهالشكل هيدا، بيدخلوا بالمكان، وبعد ما يدخلوا بيقفلوا وبيربطوا بشكل كتير جيد وقت نشدهم. ممكن تستعملوا لشرايط الكهرباء لما بتكونوا مفرفطة بكل المحلات وتاخدوا الأمان. أنا من هون لكل جهة
رح استعمل اثنين او ثلاثة لحتى يمسك كتير منيح وهن مكنين ما بيوقعوا. متى ما وصلت للمرحلة اللي بدي اياها بقص الزايد وبتركه، هيدا هو الزيب تاي او السحاب. اذا منه موجود في منه اعرض، في ابيض، في كل الالوان، في منه ارفع. اعتقد اثنين او ثلاثة من هذا الحجم كافي ليحمل النبتة. وهلأ نشوف كيف، واذا منه موجود عندكم ساعتها بدكم تعلقوا الفريم هيدا او تجيبوا حبال خاصة او اسلاك خاصة. بس بدكم تتذكروا انه المنظر بده يكون جميل ان كان للي جاي من برا او من داخل البيت. ما بدنا نجمل المنظر من الخارج ونترك المنظر من الداخل بشع. فايضا هذا الشيء مهم. التراب اللي راح نستعمله مثل ما قلت لكم، الاشخاص اللي عايشين بامريكا راح استعمل الميريكل، هو لكل الزهور والاعشاب. انتو حسب المشكل تبعكم، حسب انتو وين. خلينا نشوف مع بعض كيف راح نعمل الطريقه. المكان كتير صغير. هيدا هو البلكون، هيدا جنب من جنب البلكونه، واحد منهم. طبعا هي هاي المنطقه كتير صغيره تحديدا. انا عندي بلكونه تانية، هيدا الشق التاني منها. اوكي، هون فينا نحط اثنين منهم او واحد. انا رح احط تحديدا البهارات من هيدا الجو منظر، لانه الشمس ما رح تحرق البهارات. فمن هون الشمس بتجي بعد الظهر ما بتحرق لي البهارات. البلكون التاني اللي عندي بيضرب الشمس فيه اكتر. خلينا نشوف كيف رح نعمل الطريقة. اتجاهه لبرا. اوكي، هيدا الاتجاه تبعه بالشكل هيك. فكل شيء بده يربط، بده يربط من هون من جوا. هاي الفتحات اللي كانت هو لإله، بس نحنا ما رح نعمل اللي جاي معه، رح نعمل الزيب تايز. فرح نشوف كيف رح نعمل الزيب تايز. هلا رح ندخلهم من داخل القماش. رح ندخل اكتر من واحدة، رح ادخلهم ورح ارجع لكم حتى ما اطول عليكم الفيديو. هلا بهالشكل هيدا انا استبدلتهم من كل فتحة من هون. في فتحتين دخلت واحد منهم، هاي اول وحدة وهي التانية. بنثبته على الاخر، بنشده، ومن بعد ما نثبته تماما بنقص حوالي الزايدين وهيك بكون شلناهم من طريقنا. هن بيعلقوا ما بقين، يعني هن ثابتين خلص. حتى ما نجي نحنا نسقي الزرع او نزرع ويكونوا بالطريق. وبهالشكل هيدا ثبت. هيدي المرحلة الاولى. معلش انا عم تعذب معكم شوي اليوم لانه عم صور من الكمبيوتر. مثل ما ملاحظين صار متين وثابت بشكل كتير جيد. ما بعرف اذا عليت الكمبيوتر شوي، اذا بتقدر تشوفوا هو من فوق كيف هيدا منظره. وهلا بدي احط التراب واحط الزرع بداخله بالشكل هيدا. ان شاء الله تعجبكم الفكره. صحيح بدها شويه شغل، بس فكره كتير حلوه. احط التراب من تحت. طبعا كل نبتة اوريدي جاية فيها تراب. اذا لقيت انه هيدا الحوض كتير صغير على كلهم، ممكن استعمل الحوض التاني، اعمل كمان اعشاب حسب ما بشوف كل نبتة قدي رح تاخد. لان انا كنت ناوي اعمل واحد للاعشاب واحد للزهور. عادة فلوريدا كتير شوب، بس اليوم مناسب الطقس،
رح احط اول نكتة اللي هي النعناع. فيكن تخلوا الورقة لتعرفوا كل قد بدكم تسقوها، فيكم ما تخلوا الورقة. شوي شوي رح اكسر شوي من النبتة، رح صير قديش في شروشة كتيرة لانه صار لها زمان بالبنفات. رح اكسر شوي منها بس خليها، ورح اخذ شوي من التراب وحط حواليها وانا عم كفي. طبعا التراب بدو يهر يعني، بدكم تنتبهوا بالنهاية بدو ينزل. هلا تحت في جنينة من المشكلة، بس انه كمان بدكم اذا في جيران او في شي بدو يكون عندكم هيدا النوع من الانتباه. تاني واحدة رح احط فيها الزعتر الالماني او جيرمان، رح بعد شوي صغيرة خلي مسافة بيناتهم. ريحة الزعتر بتجنني، ياريت يكون عندي حوض كامل لانه نحنا بلبنان هيدي الزرعة نعمل منها سلد، ناكلها سلطة مع بصل وحمض وزيت. من الأكلات أو من الأعشاب أو البهارات الطيبة جدا عنا. هلا شوي شوي أنا بعدين إذا بدي تراب برجع بزيد. هلا ما بعرف إذا مبين عليكم، رح أحرك شوي الكاميرا بالشكل هيدا وهي أغراضي هون. النبتة التالتة رح ناخذ الحبق. على ما يبدو انه اذا بعت هالمسافات ما رح اقدر احط كل البهارات بواحد، لانه اذا بدي ريحهم يا بدي احط ثلاثة يعني يا دوب حط واحد رابع هون بيكونوا انعجقوا. فاذا بدي اعطيهم راحة افضل اني احط بس ثلاثة واعمل حوض تاني. شوف الواحد بيتعلم هو عم بيشتغل. من مشكلة الحوض الثاني ما رح حطه هون لانه اوريدي حطيت واحد، قررت انه بس بدي واحد، فيه حطه على الميلة الثانية. رح حط الحبق هلا وشوف اذا بعدين بضيف نبتة ثالثة رابعة او لا. وهيك بكون بهاراتي جاهزة لما بدي اعمل سلاد، لما بدي اعمل اي شيء. شي منو متوفر بالسوق على فكرة. في كمان للبقدونس، في للكزبرة، في للنعناع العادي. انا بس اخترت هولي، في خيار، في كوسة، في كل شي فيكن تزرعوه بهالطريقة هيدي. هلا بسقيهم شوية مي وبتركن. بعتقد انه ثلاثة كافي، اكتر من هيك رح يصير عجقة، رح يتخانقوا مع بعض. فأنا مش من مصلحتي إنه الزرع يتخانق مع بعضه، بدي إياه يكون مرتاح مغنج ومدلل ومبسوط، وهيك كتير منيح. خلينا نشوف كيف رح ننهي مع شوية مي وننظف المنطقة. من الشقة الثانية اخترت يكون على الزاوية شوي لحتى اقدر اذا بدي احط اثنين تانيين هون وهون يكون في مسافة لاثنين تانيين، واحد للاعشاب واحد للورد. وباعتبار انه المطرح ضيق فهيك بيكون افضل. مثل ما شفتوا عملت السحابات بهالشكل هيدا، شديتهم على الاخر وهلا راح اقصهم كمان نفس الطريقة. وحطيت التراب داخل الخيش وراح انزل الزرع بنفس الطريقة. اول شي راح اخذ السيج او الميرمية، راح احطه من الجهة لانه بيحمل شوية شمس.
فيكم الوراق تخبون، فيكم تكتبون شو بدكم تحطوا. وهي السيج اول شيء. بعد منه راح اخذ الروزماري او اكليل الجبل، بحطه حده. ايضا هولي كلهم بيطلعوا بشكل عمودي، فانتوا باعتبار انه اعشاب بدكم تجوا تقصوا تتقصروا. الزهور في منا بيطلع عمودي، في منا ننزل لتحت، هيدا حسب كل واحد شو بيفضل. في ناس بتفضل الزهور اللي بتنزل لتحت، حلوة بس احيانا بتلبك، ما بعرف فيكم تقصوها. سو هذا الشيء راجع لكم. اخر شيء راح احط الخزامة. الخزامة بياخد وسعة وبيمد كتير اغصانه، ما بيحب الشمس كتير، ريحته بتجنن. فيكم تضيفوا الريحان او السترينيلا حتى ما يجي برغش، اذا عندكم بمنطقتكم برغش. احنا عنا برغش صراحة بيجي بمواسم مواسم، بس بعتقد انه هيك كتير منيح. حس انه عندي مجال لسه احط وردة او زرعة، لسبب من الاسباب هون النبتات اصغر من النبتات اللي كانوا على هديك الليل. خليني اجيب زهرة واحدة احطها هونيك بالزاوية، وهيك بيكون اكتمل عندي الوضع. رجعت باعتبار انه المطرح ضيق وصغير، رح تكون نبتة صغيرة ولازم تكون منا سامة، لانه هولي اعشاب ما بتكون تمد جذورها على الاعشاب الثانية وتكون نبتة سامة او تأذيكم. فبهالشكل هيدا صاروا عندي. هلا بكفي التراب والزرع، نظفهم وبرجع لكم لنشوف اذا بقدر ورجيكم بشكل افضل اعلى هيك. وهيدا هو الشكل النهائي لالون. باقي احط التراب واسقيهم شوية مي وجهزهم. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. مثل ما انكم شايفين المطرح كتير ضيق وكتير صغير، ولكن اشياء كتير انعملت اليوم واستفدنا منها. اخر شي رح اعمله رح استعيد الزرع تبعنا شوي شوي، رح استعيد الزرع التاني كمان، والخيش رح يغض المي، ما رح ينزل شي على الجيرة. خليني اورجيكم تاني كيف صارت. سوري على الكاميرا، وبعرف الشمس كيف جاية، اذا رح يبين معكم هلا. بهالشكل هيدا بكون اكتمل مشروعنا. هاي هي زرعاتنا، وهديك اللي تحت انا زرعتها من سنتين، هيدي الهبسكس او الكركديه. وهيدا هو البلكون تبعنا، صحيح كتير صغير بس كتير منمنم وكتير مهضوم. هورجيكم اياه، ما بعرف اذا مبين عليكم، كتير صغير بس كتير حلو. وهلا بهالشكل هيدا قدرنا نغير كل شي بالبلكون. جيرانيوم، تم السمكة، روزز، الصبارة تبعنا قبل هلا حكينا عنها، لما وايت ليلي تريز فيكن تكتروا منهم. وهون فيكن تحطوا مية العصافير بيجوا بيشربوا. واخر شي فينا نعمله ونقول عيد ام سعيد او هابي ماذرز داي ان شاء الله لجميع الامهات. مرسي كتير لكم. هلا برجع بحطها.
نشوف. معلش تعالوا تحملوني اليوم بالكاميرا. عيد ام سعيد للجميع وهابي مدرز داي. لا تنسوا تكتبوا لي تحت الفيديو شو حبيتوا شو ما حبيتوا، اي فكره عجبتكم. لما انا بكفي ان شاء الله الباقيين باخذ صور وبعث لكم هني. ثانك يو سو ماتش. بدي اشوف تعليقاتكم. اوكي okay؟